السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا جماعة. فيديو جديد النهاردة نلعب معاكم بأكتر مجموعة للقوس مكروهة في اللعبة دي، من أكتر المجموعات اللي الناس مش بتحب تلعب قصادها. هنخش نلعب بيها معاكم بيها كام ماتش ونوريكم نلعب بيها ازاي. هي مجموعة قوية جدا إن أنت تقدر تلعب بيها حد، ومش الناس مش بتحب تنزل قصادها لما يكون معاك المجموعة دي. هنخش نلعب معاكم دلوقتي كام ماتش ونقول بسم الله. طبعا البداية ماشي، مديني بتاعة الصواريخ الرامية. حلو، احنا مش عايزين نعمل بوش جامد قوي عشان ايه، ما نعرفش الورق بتاعه ايه. تمام، عندنا عملنا ديفنس، يعني هو ممكن معاه فريز تمام. هو هنا عمل بش، اعتقد ان هو معوش الكسر كفايه عشان يقدر يصد. احنا ممكن نعمل البوش بتاعنا احنا. عملنا تمام زي ما توقعت. خدنا جزء كبير من البرج، ونعمل من هنا ديفنس بالرميات المفرقعات. تمام، هو اعتقد ان هو معتمد على البالون قوي، البالون والريج. تمام، هو مفيش مشكلة. اعتقد ان هو بيعمل بوش قوي بالجامد بال، احنا مش هنبوش، احنا هنتقل شوية. ندمر بالكرة النار على طول ده، يعني هو مدمر لنا جزء كبير من البرج واحنا مدمرين جزء من البرج. يعني اعتقد ان هو مع البالون دلوقتي ومستعد يرمي البالون في اي وقت. هنحاول نرمي القوس، نشوف هو هيلعب بيه برضه. نعمل ديفنس من هنا ناحية اليمين. تمام، ممكن ندمر جزء، ممكن ناخد هنا، ممكن نعمل بوش من على اليمين بقى. أعتقد إن هو هيلعب البالون دلوقتي. أيوه هيلعب البالون. نعمل ديفنس، نلعب الفاير بول على طول ندمر ده. ممكن نعمل بوش هنا بسيط كده. ممكن الفاير بول تخلص كل ده على طول كده مرة واحدة. اعتقد ان هو هيلعب البالون دلوقتي، هيبوش بالبالون. ايوه هو بيبوش بالبالون. ممكن احنا ناخد التاور هنا بقى، اعتقد ان احنا ممكن نبوش هنا. كسبنا، يعني اعتقد ان احنا خلاص كسبنا الماتش. يعني مجموعة رخمة جدا ان انت حد ينزل قصادها، يعني خدنا التاور بكل سهولة.